السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. المغرب حضارة كونية في رحاب اللغة العربية. نص وظيفي: المغرب حضارة كونية. الصفحة 22 والثالثة والعشرون والرابعة والعشرون. على بركة الله نبدأ، لأن هذه الصفحة أخيرا هذه الصفحة. إذن ألاحظ وأتوقع، أذكر ما أعرفه عن بعض المآثر التاريخية المغربية. هذه بعض المآثر: صومعة حسان تعد من أبرز معالم العاصمة المغربية الرباط، شيدت خلال عهد الدولة الموحدية، يصل ارتفاعها إلى 180 مترا، صنفتها منظمة اليونسكو تراثا عالميا نظرا لطبيعتها المعمارية الأصيلة. وتفرد الصومعة بالمقارنة مع غيرها من المآثر التاريخية. صومعة الكتبية في مدينة مراكش وسط المغرب، بني أيضا خلال عهد حكم الموحدين، واستوحي اسمه من المكان الذي بني قربه، وهو مكان كان يشتغل فيه الكتبيون والخطاطون. نعم، إذا نكمل بما يوحي عنوان النص. يوحي العنوان أن الحضارة المغربية حضارة عالمية معروفة وقديمة قدم التاريخ. نعم، أتأمل الصور وأتوقع علاقتها بالنص. بطبيعة الحال الصور أمامكم، إذن تعرض الصور مجموعة من المآثر التاريخية لحضارات مختلفة، وأتوقع أن يحدثنا النص عن هذه الحضارات كلها، كالحضارة يعني التي الدولة التي بنت قوس النصر، وكذلك الحضارة التي بنيت خلالها باب شالة وبرج الذهب بإشبيلية. نعم، إذا النص: يوجد المغرب في موقع متميز على رأس القارة الإفريقية، ويشرف على واجهتين بحريتين هامتين: المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. وهذا الموقع المتميز هو الذي جعل المغرب وعلى امتداد مئات السنين يؤسس حضارة ذات خصوصيات كانت ولا تزال صلة وصل بين الشرق والغرب من جهة، وبين الشمال والجنوب من جهة ثانية. ومن خصائص هذه الحضارة الرسالة الإشعاعية التي حملتها مكوناتها الثقافية إلى القارة الإفريقية، حتى بلغت تخوم دولتي النيجر والسنغال جنوبا وحوض وادي النيل شرقا. فقد ظل المغرب على امتداد عصور التاريخ يقود القوافل التجارية التي كانت تنطلق من شماله إلى الأعماق الإفريقية، تحمل الخير والنماء إلى هذه البلدان، بالإضافة إلى البعثات العلمية التي كانت تنطلق من أراضيه نحو هذه الدول، وهي روابط امتدت إلى وقتنا الحاضر. ثم إن من خصائص الحضارة المغربية قديما وحديثا استقبالها للمهاجرين من الفينيقيين والقرطاجيين والأفارقة، والعمل على اندماجهم وانصهارهم ضمن مكونات المجتمع المغربي الذي تميز سكانه بحسن استقبال هؤلاء المهاجرين وتعزيز روابط الأخوة والمحبة معهم. ثم لا يخفى الدور الكبير الذي قام به المغرب في حوض البحر الأبيض المتوسط، خاصة في بلاد الأندلس التي ظلت لثلاثة قرون متواصلة في رعاية الدول التي تعاقبت على حكم المغرب من المرابطين والموحدين والمرينيين، وعرفت في عهد هذه الدول ازدهارا لا مثيل له في مجال الآداب والعلوم والفنون،
وهو الأمر الذي سيكون له بعد فترة من الزمان الفضل في بناء النهضة الأوروبية. ولم يفت المغرب اليوم وبالأمس توثيق الروابط بين المسلمين والمسيحيين وبين المسلمين واليهود أيضا، تثبيتا للأخوة الإنسانية وتحقيقا لمبدأ التسامح الذي كان ولا يزال الشعار الأسمى الذي يتوج مسيرته الحضارية ذات الجوهر الإنساني الخالد. إنها محطات مشعة من حضارة المغرب التي تميزت على امتداد مئات السنين بالعطاء والابتكار والتسامح مع جميع الثقافات والأجناس والديانات، الشيء الذي ضمن لها التواصل والامتداد والاستمرار، حيث لا تزال إلى يومنا هذا تطالع بالدور الرائد في القارة الإفريقية ولدى الدول العربية والإسلامية، ولها مكانتها المتميزة في شمال البحر الأبيض المتوسط بفضل سفرائها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بدول أوروبا وفي كل أرجاء العالم. إذن أتعرف صاحب النص عبد العزيز بن عبد الله، عبد العزيز بن عبد بن بن عبد الله صحيح، نعم. قرأوا سيرته أو هذا التعريف، نوعية النص مقالة نثرية وهو مقتبس من كتاب معطيات الحضارة المغربية، نعم. إذن أقرأ وأفهم، أنمي معجمي اللغوي، آتي بخريطة بخريطة كلمة عرفة. إذن عرفة هي فعل، نوعها فعل، مرادفها علم وأدرك. عرف يعني علم وأدرك أو أدرك، أدرك عفوا. إذن عرف جددها جهل، تركبها في جملة عرف المجد أو عرف المجد، عرف المجد قيمة العلم فاجتهد، عرف المجد قيمة العلم فاجتهد. أبحث في معجم اللغوي عن معنى تخوم. إذن تخوم جمع تخم أو تخم أو تخم، كلها صحيحة. حدود فاصلة بين الأراضي، قطع مسافة كبيرة حتى وصل تخوم الصين، يعني حدود فاصلة. أو نقول فلان طيب التخوم، يعني طيب الأصول والأعراق، أو هي معالم يهتدى بها في الطريق أو مناطق واقعة على جانبي الحدود السياسية بين دولتين. إذن هذا هو معناها في المعجم، نعم. أين يقع المغرب؟ وما الذي ساعد المغرب على تأسيس حضارته؟ إذن يوجد المغرب على رأس القارة الإفريقية شمال إفريقيا، وساعده موقعه المتميز المطل على واجهتين بحريتين هما المحيط الأطلسي والبحر الأبيض المتوسط. ما الخاصية التي ركز عليها الكاتب في الفقرة الثالثة؟ ركز الكاتب على خاصية استقبال المغرب للمهاجرين عبر التاريخ، الفينيقيون، القرطاجيون وكذلك الأفارقة. في أي فترة ازدهرت بلاد الأندلس؟ عرفت الأندلس ازدهارا في عهد المرابطين والموحدين، هنا موحدين والمرينيين. كيف كان استقبال المغاربة للمهاجرين؟ تميز المغاربة بحسن استقبالهم للمهاجرين، إذن تميزوا بحسن الضيافة وحسن الاستقبال، نعم. ما السر في توثيق الروابط بين المسلمين وغيرهم بالمغرب؟ السر هو تثبيت الأخوة الإنسانية،
وتحقيقا لمبدأ التسامح الذي هو الشعار الأسمى الذي هو الشعار الأسمى للمغرب والمغاربة. المغرب رائد في القارة الإفريقية بانفتاحه وتسامحه، أوضح ذلك من خلال هذه الفقرة. إنها محطات مشعة من حضارة المغرب التي تميزت على امتداد مئات السنين بالعطاء والابتكار والتسامح مع جميع الثقافات والأجناس والديانات، الشيء الذي ضمن له التواصل والامتداد والاستمرار، حيث لا تزال إلى يومنا هذا تطلع بالدور الرائد في إفريقيا ولدى الدول العربية الإسلامية، ولا مكانتها المتميزة في شمال البحر الأبيض المتوسط بفضل هذا أحد الأسباب، بفضل سفرائها من أبناء الجالية المغربية المقيمة بدول أوروبا وفي كل أرجاء العالم. إذن أقترح عنوانا آخر مناسبا للنص. العنوان الذي أقترحه هو انفتاح المغرب الحضاري. انفتاح المغرب الحضاري. أربط كل فقرة بفكرتها المناسبة. الفقرة الثانية خصائص الحضارة المغربية. الفقرة الثالثة استقبال المغاربة للمهاجرين. وأخيرا الفقرة الرابعة تأثير الحضارة المغربية في نهضة أوروبا. نعم، أستخرج من النص جملة توجيهية. لم يفت المغرب اليوم والأمس توثيق الروابط بين المسلمين والمسيحيين وبين المسلمين واليهود واليهود أيضا تثبيتا للأخوة الإنسانية. أبدي رأيي في حسن استقبال المغاربة للمهاجرين. حسن الاستقبال من شيم المغرب المغربي من شيم المغربي الأصيل، وتجسيدا لروح الإسلام المبني على الانفتاح والتسامح. أركب أستعين بأسئلة الفهم لألخص النص شفهيا ثم كتابيا. موقع المغرب المتميز جعل المغرب يتبوأ مكانة عظيمة في التاريخ الحضاري، وقد استقبل المهاجرين الوافدين من الجنوب ومن الضفة الأخرى للمتوسط، وقد عرفت الأندلس في عهد المرابطين والموحدين وحتى المرينيين ازدهارا في شتى المجالات استفادت منه الحضارة الأوروبية، وانتشرت بالمغرب قيم التسامح والتعاون مع مختلف الأجناس. استخرج القيم الواردة في الفقرة الأخيرة من النص. قد أدنا مؤدي العشاء، نحاول أن ندرك الصلاة، سنسرع. أستخرج القيم الواردة في الفقرة الأخيرة من النص. إذن القيم الواردة التسامح، الابتكار، التواصل، الامتداد. وقد يعني نقتصر على التسامح والتواصل إذا شئتم. أقوم توقعاتي بخصوص مضمون النص. كنت قريبا جدا من توقع المضمون الصحيح، أو جانب توقعي الصواب إن شئتم، جانب توقعي الصواب. أعد بطاقة أو بطاقة تعريف لبرج الذهب بإشبيلية تتضمن اسم الدولة المغربية التي بني في عهد هذا البرج ومعلومات عن البرج. إذن هو برج مراقبة عسكري على نهر الوادي الكبير،
في إشبيلية جنوب إسبانيا، بني في عهد الخلافة الموحدية، إذن هاي الدولة الموحدية، بغرض السيطرة على حركة المرور إلى إشبيلية وإلى الأندلس التي تعبر في نهر الوادي الكبير. بني في الثلث الأول من القرن الثالث عشر، استخدم البرج كسجن خلال العصور الوسطى وكسياج أمني لحماية المعادن الثمينة التي كانت تأتي بالسفن من أمريكا الجنوبية بعد اكتشافها ومن الهند. أصبح البرج الآن متحفا للفن المعماري الإسلامي، يأتي إليه السياح من الشرق والغرب، وبه بعض المعدات البصرية الأثرية من العصور الوسطى التي استخدمت في البحرية واكتشاف الأمريكيتين. وكذلك توجد بالمتحف نماذج للسفن الشهيرة التي اكتشف بها الإسبان أمريكيتين في القرن الخامس عشر وبعض المدافع من القرن السابع عشر. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.